الرحمن الرحيم. على بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم، أحييكم أجمل تحية مسائية في هذا اليوم، يوم خاص بالإجداع بأشواطه المفتوحة. مباشرة ينطلق هذا الشوط السادس وناخذ المركز الأول وبداية الأسماء، وهذا هو إسعاف في مقدمة الشوط بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. هنا في مقدمة الشوط المغمر السيد سالم بن صبيح بن خميس العويسي، بينما ناخذ المركز الثاني صنديد. صنديد وصل على المركز الثاني لهجن الشحانية، يضمر صنديد المشاغب محمد بن خالد العطية. وفي المركز الثالث ناخذ درب. درب وصل في المركز الثالث. وصل درب في المركز الثالث لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. مشرف يصل في المركز الرابع لهجن الشحانية أيضا برفقة حمد بن علي بن حلفان المري. مشاهدين الأعزاء متابعي قناة الريان، يتدخل السيف، يتدخل في هذه اللحظات السيف القاطع سيف البتار، ينطلق من عمق الميدان بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ومضمر السيف علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري. هذه النتيجة للخمس مراكز المتقدمة في بداية هذا الشوط، 5 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء في شوطها السادس في مساء هذا اليوم في هذه التحديات. نعود إلى مقدمة الشوط. هذا هو إسعاف في مقدمة الشوط وشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني على مضمر سالم بن صبيح بن خميس العويسي. ولكن شوفوا اللي تقدم في هذه اللحظات، شوفوا اللي تقدم عجلان، عجلان في هذه اللحظات وهو في عجلة من أمره، عجلان لهجن الشحانية المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. بينما ننتقل ونتابع هنا أحد أركان هذا الشوط وهذا ركن قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، وناخذ المركز الرابع. مشرف وصل على المركز الرابع، مشرف بدوره المشرف في مركز مشرف لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري. هنا في المركز الخامس صنديد، صنديد وقادم الصنديد على المركز الخامس لهجن الشحانية ومع مشاغب المضمرين هنا محمد بن خالد العطية. أيها الحفل الكريم، 5 كيلومترات هي الرحلة، وهذه أسماء القعدان الجداع في ميدان الشحانية على الهواء بثا مباشر. وإلى ركن في مقدمة الشوط، أول المنطلقين، أول الباحثين عن الفوز، المشاغب يقدم لنا الركن بهجن الشحانية دائما دائما. المركز الثاني صلى إسعاف في المركز الثاني في مركز متقدم، إسعاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، ضمره سالم بن صبيح بن خميس العويسي. السلام، شوف المركز الثالث مشرف، قادم مشرف لهجن الشحانية، وهنا مضمر مشرف حمد بن علي بن حلفان المري. مشاهدينا الأعزاء شوف اللي تدخل، هذا هو مسير قادم لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي قادم في هذه اللحظات. ناخذ من الجانب الآخر عجلان، عجلان وشداد، ويضمرهن الذهبي هنا مع هجن الشحانية. الذهبي من هو الذهبي؟ هو سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام يا مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة. وإلى ركن قادم، ركن للنواميس في هذا الميدان في هذا اليوم في هذا المساء مع المشاغب محمد بن خالد العطية المتخصص في سن القعدان، المتخصص في هذا السن. الركن يرقص على أرضية الميدان في هذا التحدي، وهنا هجن الشحانية المركز الثاني اللي قادم. بنشوف اللي قادم، مسير قادم لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم مسير، بينما مشرف في ثالث المراكز وثالث النداء. وبدأت هنا تشتد الأمور مع 1500 متر الأخيرة
وبدأ تتقلص المسافة والعد التنازلي من عمر هذا الشوط. هنا مع الخمسة كيلومترات تبقى كيلو ونص، كيلو ونص 1500 متر على النهاية، وهذا اللي وصل صنديد. صنديد وهنا التعزيز مع ركن، مع صنديد الهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، وناخذ المركز الرابع. شداد شداد وشد الحيل يا شداد، وشد الرحال هنا في هذا الشوط مع الكيلو متر الأخير. كيلو الشدة، كيلو الشدة، كيلو الامتحان دائما مع امتحان هذه القعدان. 1200 وركن ومعركة ما بين الاسمين، ركن ومسير في مقدمة الشوط، كلهن لهجن الشحانية، ومع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ومحمد بن خالد العطية. إعلان للمضمرين، كيلو متر واحد يا مضمرين، كيلو متر واحد يا مضمرين، يا موجهي يا مسايرين في هذا الشوط مع الخمسة كيلومترات وركن، وهذا ركن الأقرب إلى الفوز، الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى كلمة الناموس والفوز في هذا الشوط. الكل يبحث عن هذه الكلمة في هذا الميدان وهذه الرياضة. المركز الثاني شوفه مسير، مسير قادم وخطير وموقع خطير، وهو خطير مسير على المركز الثاني لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الويبي. لكن أذهب مع ركن اللي قام راس وينهي هذا الشوط راس، إذا واصل على هذا المنوال، إذا لم يكن هناك هناك مسير 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 مشاهدين الكرام، ولكن ركن بدفع تلقائي وعرض تلقائي إلى هذه اللحظات. ركن ركن ركن، قلنا لكم من أحد أركان هذه القعدات المنطلقة، وهذا ركن مسير خطير، مسير خطير في هذه اللحظة. الله، انطلق ركن، انطلق ركن إلى الناموس مع الميتين، مع الميتين، مع ثلاث الأسماء، مع ثلاث الأسماء، السعدي قادم لجنة الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن سلام ركن، سلام في مساء هذا اليوم وهجن الشحانية. وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية اللي قام راس وأنهى راس ركن في شوطها السادس. المركز الثاني السعدي لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث صنديد لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، وفي المركز الرابع المركز الثالث مسير لهجن الشحانية، والمركز الرابع صنديد لهجن الشحانية، وفي المركز الخامس وصل سراب لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وركن يفوز بشوطنا السادس في مساء هذا اليوم. وتوقيت ركن لحظة الوصول 6 دقائق أو 7 دقائق 54 ثانية، 82 جزء من الثانية هو توقيت ركن. المركز الثاني وصل السعدي وتوقيت 7 دقائق 55 ثانية 40 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصل مسير وتوقيت 7 دقائق 56 ثانية، مسير توقيت 7 دقائق 56 ثانية بدون أي جزء من الثانية.